يا رب العالمين. طيب مشعل قحطاني في اتصال. الو، الو، طيب ايش في؟ ما تبي تتكلم؟ كلمها زين. ايش فيك انت متردد؟ الو الو، السلام عليكم. مرحبتين، ارحبي. الله يعافيك. مرحبتين، كيف حالك يا الغالي؟ عساك طيب. الله يسلمك. مرحبا نلف، كيف حالك يا نور الدنيا؟ كيف الله حالك؟ يسلمك. يلا حيا. الله يسعد كمان، سعيدة لك. الله يسعد قلبك يا رب. جعلني في داس. يلا حيا، وش حالك؟ الله يسلمك ويعافيك. عساك طيبة يا رب. الله يسلمك ويبارك فيك يا ربي، ويسعد من خلانا نسمع صوتك. جعلني فداس، بيض روجيهم. جعلني فداس يا امه، كيف امورك؟ الله يسلمك ويعافيك ويبارك فيك يا رب. جعلني فدار جولك، كيف انت؟ عساس طيبه. الحمد لله طيبين وبخير، ونحمد الله ونشكره ونتشرف بكم والله يا مشعل. الله يسعد ايامك يا مشعل. جعلني فداس. الله يرضيك، الله يعطيك حتى يرضيك يا رب. اللهم امين. وش حالك؟ عساس طيبه. الله يبارك فيك ان شاء الله ويخليك ويوفقك ويسعد ايامك يا رب. اللهم امين. بخير وطيبين، وتونا جايين من الديره، وكيفكم؟ عساكم خير. الله يسلم. والحمد لله على سلامتكم. وش حالك؟ وش حال اهل الباقين؟ الله يسلمك ويبارك فيك ان شاء الله ويسعد ايامكم، يجعلكم ان شاء الله متفوقين ان شاء الله يا رب. الله يجعلني في دار جولس. والله ان الشوق غلاب. جعلني في داس يا امه. والله انهم زاد حركوا مشاعرنا اكثر بعد. الله يجعلني في داس. عشان ما يقصرون معنا. لبيه. عشان ما يقصرون، خلونكم تجيبونا ونجونا ونشوفكم يا رب. هانت هانت يمه، ان شاء الله ما عاد بقى الا اسبوعين. جعلني في دار جولس. الله يبارك فيكم ان شاء الله ويجمل بحالكم يا رب، وكلكم انت وزملائك. الله يسعدكم، عز الله انكم نجوم والله. ما هو نجم واحد، نجوم كلكم. الله يسعدكم ان شاء الله. ويفرح كل ام بولدها يا رب. جعلني في دار جولس يمه، وان شاء الله اني ما اتغدى البرنامج الا اني ارفع روسكم. جعلني في داس يمه. والله مشعل يشرف الجميع والله. مشعل الله يسعده، مو عشان ولدي وكلامي فيه ما مجروح، لكنه للامانه انه اقرب قريب القلب امه. الله يسعده ان شاء الله. وين ما راح وين ما تغدى، الله يسعد ايامك يا ولد. الله يجعلني في داس يمه، يحفظ لي يا رب العالمين. ويرزقك ان شاء الله ويسعد قلبك يا رب. وش حالك؟ انت وزملائك واخوانك وجميع عيال المسلمين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ايش حال ابوي؟ عساه طيب. اللي اعطانا هذا الفرصه شكرا لهم يا رب. والله بيض الله وجيههم، رايتهم بيضة انهم خلوني اسمع صوتك. جعلني في داس. مبطين عنس يا امه. الله يسلمك ويعافيك ويبارك فيك يا رب. الله يحفظك ان شاء الله ويجعل ايامك كلها سعاده. ام مشعل والدتك؟ الله الله. جزاك الله بالخير. معك ناصر الغامدي، كيف حالك؟ هلا حياك الله. الله يطول عمرك ان شاء الله ويرزقكم ان شاء الله. اللهم امين. يرزق كل ولد بر والديه يا رب. امين يا رب. مشعل ما شاء الله تبارك الله له قبول عند الناس، وحنا نشوف بعيوننا. انا انت امه وتعرفين التفاصيل، يعني انا عارفك تمدحينها مثل ما ام صالح بلوي قوش مدحت ولدها يعني، لكن انا ابغى ميزه تشوفينها انت في مشعل من بين اقرانه، ما نقول اخوانه، من بين اقرانه، حتى وان كان جيران ولا عيال عم. وش اللي يميزه؟ وانت الام اللي لك نظره اذا جيتي بتمدحيه عند القريب ولا البعيد. مشعل حنون مره. مشعل حنون قريب من قلب امه، من قلب ابوه، من قلب اصدقائه. حنون وحبيب ووطي نفس حبيب يعني. الله يعطيه ان شاء الله حتى يرضيه. الحقيقه ان في ميزه الحنان بالوالدين عادي يعني. ما اقول لك ايش اشرح لك ايش اقول يعني. مشعل مره شيء كبير. الله يخليه ان شاء الله ويوفقه ويبارك فيه ويرزقه ان شاء الله السعاده. امين امين. صراحه انه يتميز حتى انا اخوانه، يمكن اخوانه كلهم يسمعوني الان يدرون، وكم مره اقول لهم واصارحهم ان مشعل يتميز على اخوانه بقربه من قلبي. فترى الانسان بمعاملته الطيبه لوالديه يكون قريب منهم. طيب لا يقول ان اهلي اللي ظالميني، لا والله ما فيه ام تظلم ولا تاء. الله يخلي لك. لكنه بفعله هو، اذا كان فعلك انت يوم تكون قريب من اهلك اكيد انت بتكون انت متميز.
طيب ام مشعل أنا بس في نقطه الان طالع معنا على الهواء وابغى استغل تواجدك معنا. والده معجب القحطاني متسابق متوفي او معجب القحطاني الان الكاميرا عليه وهو يبكي متاثر، ابغى دعوات الام الصادقه المؤمنه ان شاء الله. ام مشعل ايش تقولين؟ ام معجب ما ماتت، ما دام معجب انسان طيب وحبيب ومتصدق وواصل امه، ترى يواصل امه حتى ولو هي ميته، حتى لو اني غايبه من حياه مشعل ومتواصل معي، ينقطع عمل ابن ادم من كل شيء الا من ولد صالح. يا سلام. اكيد معجب انه ان شاء الله بيتواصل مع امه، بيكون متواصل مع امه، وادعي له من كل قلبي ان الله يرزقه بر والديه. البر ترى ما ينقطع حتى ولو ماتت الام او مات الاب، او ما ينقطع البر. تقولين له لا تبكي، ولا عادي ممكن يبكي يفرغ عن نفسه؟ لا تبكي، تواصل مع امك بالصدقه بالدعاء، تراه يتواصل مع امه. كلنا فقدنا امهاتنا، كلنا فقدنا امهاتنا، لكننا متواصلين معهم باذن الله. معجب ولدي الثاني، معجب ان شاء الله ربي يرضى عنه ان شاء الله، ويسعده ويوفقه ويرزقه ان شاء الله. دعانا له كلنا يا امهات، الله يسعد قلبه ان شاء الله ويرزقه ان شاء الله بر والديه. امين امين. مشعل كلمه ودعيه اللي تسمع اتصال والدتك، وش تقول لها؟ هلا يا ابوي، هلا يا قلبي، جعلني في دار جولس. زي ما قلت لك يا امه، ما دخلت ذا البرنامج الا ان يرضى روسكم ان شاء الله، ودعواتك لا تنسين الدعاء، مع انس والله ما تنسين، تدعي لي في كل لحظه، جعلني في دار جولس. دعواتنا ان شاء الله لكم انت ومعجب، ترى عورني قلبي يا معجب، ما شفته ولا ادري، بس انه والله عور قلبي. الله يسعدكم كلكم، الله يرحم والديه ويسكنهم ان شاء الله فسيح جناته. احنا الحين انتم قاعدين تنافسون على النجاح وعلى التفوق وعلى والتنافس المهم على الجنه ان شاء الله، ورضا الوالدين والسعاده، والله يسعدكم اين ما رحتوا، الله يجعلكم ان شاء الله نجوما في السماء جميعا. آمين. ايها شجعان الابطال اللي عندكم في البرنامج يا رب. امين. يجعلكم نجوما في السماء يا رب. امين. اللهم امين. ويسعد من اعطانا هذه الفرصه الطيبه. الله يبارك فيك. النجاس سعيدين بمداخلتك ودعواتك الطيبه، وانتم الجميع يا ام مشعل الله يحفظك. اسبوعين يوم ان شاء الله وانا عندس باذن واحد احد، وما ارجع الا بالمركز، جعلني في داس. الله يجعلك ان شاء الله من توفيق في توفيق، الله يكتب لك اللي فيه خير يا رب. اللهم امين. الله يجعل لك السعاده اين ما رحت يا رب. اللهم امين. يرضى عنك كما انا راضيه عنك. اللهم امين. يسعد برنامجكم الصالح يا رب. جعلني في داس. الله يسعدك من الله يا الغالي. الله يسلمك، ودعت الله يا امه الله يحفظ. ما شاء الله، تحيه لام مشعل يا شباب، ما شاء الله تبارك الله، الدعوات الطيبه الجميله الرائعه اللي طلعت من قلب ابو عبد الله. في مشاعر، في كلام عندك، نظراتك عميقه لمشعل والاتصال. ما شاء الله، جزاك الله خير والله يا اخي، حلقي نشف شوي. انا والله اهني كل واحد عنده ام، نقول هنيئا لك بالام، وجودها اصلا بحد ذاتها بركه. والام ما شاء الله يعني لسانها منطلق بالدعاء وبال يعني حظك بامك ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظ والدتي. امك ما شاء الله فقيها امك، طالبه علم ما شاء الله عليها، يعني دعوتها هذه والله انها دعوه خطيره. كيف خطيره؟ دعوه عظيمه جدا جدا جدا. الله يعطيك حتى يرضيك. يا الله، لا اله الا الله. وش حنا انسان يتعب في الدنيا حتى يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فاذا رضي الله عليك، اذا يعني قمت بالعمل الذي يرضي الله عليك، الله يعطيك حتى يرضيك. لا اله الا الله، هذه مستنبطه من وين؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله، فما شاء الله تبارك الله. قالت كلمه ثانيه. والجانب الثاني، جزاها الله خير والله يا اخي، انا والله يعني اعجبني حقيقه اسلوبها وكلامها عن معجب. وقالت يعني لا ينقطع عن امه بامرين، بالصدقه والدعاء. من وين اخذتها؟ اذا مات ابن ادم اخذتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم. لا. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح
صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. لاحظ هذه فيها ترى جانبين. الجانب الأول أنك تدعو لوالديك ويستمر عملهم، هذا جانب الثاني. جانب الثاني لك أنت، كيف إذا دعوت لوالديك فقد تكون تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك ولد صالح. يا الله. بس إذا ما دعوت وفرطت في الدعاء للوالدين قد تكون ولد غير صالح. فالإنسان يعني يبادر حقيقة بالدعاء لوالديه، سواء هم أحياء أو هم أموات. ليس بالضرورة أنهم يكون ميتين تدعو لهم، لا، عود نفسك بالدعاء وهم أحياء. شوف الآن الأم ما شاء الله، الله يعطيك حتى يرضيك، لا إله إلا الله، ما شاء الله، هذه دعوة موفقة الحقيقة. يا سلام. وأسأل الله في هذا المكان أن يعطينا جميعا حتى يرضينا، قولوا آمين. آمين. وأن يعطي المشاهدين والمشاهدات حتى يرضيهم. آمين رب العالمين. والحقيقة يعني لازم مثل هالدعوات أن نكتسبها وتجري على ألسنتنا. صحيح. يعني بالدعاء للآخرين. هذه الدعوة كل واحد سمعها يحفظها. لأخوي نايف الله يعطيك حتى يرضيك. آمين. محمد الزعيزي الله يعطيك حتى يرضيك. آمين. ناصر الله يعطيك حتى يرضيك. آمين. المتسابقين الله يعطيكم حتى يرضيكم. كل من رأيته أطلق هذه الدعوة، لأن المعطي كريم. يا سلام. ليس يعني المعطي لا يعطي واحد وينفد، لا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه أبدا. أدعو لمن تحب، الله سبحانه وتعالى أكرم ويعطي. جميل. هنا فيه